السلام عليكم. اول شيء اعتذر على صوتي، مزكم شوي اليوم. ثاني شيء الحين انا رايح كلاس، اليوم بروح اخذ باص، ما خلق اروح بالسيكل، لكن جاتني رساله الحين من المسؤوله تبغاني اروح اترجم للطلاب بنفس الوقت اللي انا عندي فيه كلاس، فبشوف ايش بسوي. بالباص ياخذ من هنا الى الجامعه تقريبا 4 دقائق كذا، كويس يعني تعتبر الجامعه قريبه من البيت. لكن للاسف احيانا باص يكون فل ما يركبني راعي الباص، يقول يعني انتظر الباص اللي بعده، فهذه هي النكبه، لان انا عندي كلاس بعد 20 دقيقه، اذا ما اخذت هذا الباص ما بلحق على المحاضره. صار اللي توقعته للاسف، الباص كان فل وما ركبنا، شوف هنا كلهم قاعدين ينتظرون، فالحين الخطه باه اني اروح بالسيكل، فلازم اروح اسرع شيء. احسن شيء ان يكون عندك خطة باه. خلص ترجمة والحين بروح مبنى ثاني، سمعت انه يبيعون بوسترات هناك، واعطوني رسالة يشكروني فيها على اللي اسويه. وصلت هذا المبنى لكن في مشكلة، اللي هي وين احط سيكلي الحين؟ الحين اتوقع بشوف فارس وخسوس وراح اقول لهم السيكل انسرق، بس كذا بشوف ردة فعلهم. Man, someone stole my bicycle. Just now. Man, why you didn't have reaction? No. How are you? Where's Faris? Studying at the library. Seriously, Faris studying? Say hi. للاسف ما حصلت خويي فارس مع خسوس، قال لي انه يذاكر في المكتبه، صح اذا فارس انت تشوف هذا الفلوق ما شاء الله عليك صح، كذا ذاكر في المكتبه. المهم وصلت هذا المكان اللي يبيعون فيه اللوح. شو حصلت؟ بوستر محمد علي 12 دولار، يعني تقريبا 48 ريال سعودي. شو هذه الصور؟ 9 دولار، يعني 36 ريال. طيب الحين مثلا ابغى هذه حقت محمد علي، ايش اسوي؟ اخذ ورقه من هنا، طبعا اخذ قلم واكتب المعلومات اللي هنا، اكتبها هنا عشان بعدين اروح اعطيهم ويعطوني الرسمه هذه. مثلا هذه كم رقمها؟ قبل شوي كنت اصور داخل معرض، وجاء واحد قال لي اذا حطيت هذا في الانترنت بدور عليك وبحصرك، قلت له مو حاطه ترى هذا صوره علشاني انا. المهم بعد شوي وانا اتمشى في نفس المعرض جاء رجع لي قال لي هذه الكاميرا كويسه، ها كاميرا ممتازه، لي ممتازه، شكلها حاسب تاني بضمير، حس انه طاح وجهه كذا انه قال ايش فيني استعجلت ورحت قلت له وجاي يسال وكذا. طيب انا جيت الحين اشتري شيء واحد، متاكد بشتري شيء واحد، جيت اشتري لبن بس. الحين بعلمكم كيف تحسبون من نفسكم بدون ما تروحون عند الكاشير. طيب تيجي هنا تحط اغراضك، تكتب تضغط ستارت وتسوي سكان كانك تسوي كاشير لنفسك. بعدين يسالك يقول لك عندك البطاقه لهم، حط يس. بعدين يقول لك انسخ بطاقتك. يقول لك تبغى كيس تحط، لا ما ابغى كيس. يقول لك كيف تدفع، بعدين تحط هنا انه خلاص تدفع خلصت. يقول لك كيف تدفع، الحين بيطلع لي الفاتوره كذا، يكون انت حاسبت من نفسك وخلصت. كيف طريقه سهله، طبعا ما احتاج كيس، اللي راح احطه بالشنطه اللي وراي بدون كاشير ولا شيء، انت من نفسك. عشان في السعوديه يسوون سالفه
لما ليش الكاشير الرجال اللي حاسب عند الحرمه وليش الحرمه اللي حاسب عند الرجال وما ادري ايش. خلاص خلوه زي كذا، كل واحد يحاسب لنفسه. السلام عليكم، والحين جاء وقت طبخ الغداء، بس عندي فكره، بدال دائما ما تكونون هنا خلي اخذكم واوديكم الجهه الثانيه شوي نغير جو. راح اسوي سندويشات كودو. طيب ايش اللي نحتاجه؟ نحتاج صدور دجاج، بصل، فلفل اخضر، 3 قطع بطاطس صغير. طيب الحين ابدا اقطع البصل. لا امزح، كنت اقطع بصل. دمعت. والحين راح اقطع الفلفل الاخضر. طيب الحين بعد ما قطعت كل شيء حط الزيت، راح نحط توابل الدجاج، نحط ثوم مطحون، طبعا راح نحط ليمون اسود، راح نحط فلفل اسود، راح نحط كمون، طبعا راح نحط ملح. اذا تحب السبايسي راح نحط البطاطس، راح نضيف البصل. قبل شوي اتصلوا علي شركة كودو، قلت خلاص يا ثنيان احنا بنقفل مطعم انت بتغطي علينا، ما نقدر. بتعشى نص الحين والباقي بخليه غدا حق بكره. لما كذا يكون شكله انه قريب استوى راح نضيف الفلفل الاخضر. طيب في مشكلة انا اعاني منها، اللي هي دائما اشتري عنب واحطه في الثلاجة ويخرب ولا اكله. والسبب طيب ليش ما اكله؟ لاني اشوفه دائما تحت يكون موجود، يبغى لي فترة عشان يبغى لي اطلعه واشيله واغسله. فسالفة ايش سويت اليوم؟ رحت اشتريت هذه العلب الصغيرة، راح اغسل العنب يكون مغسل وجاهز واحطه هنا هنا وهنا، يصير بعدين بس افتح الثلاجة واخذه واكله. الحين بالشكل هذا اقدر اخذه حتى معي الجامعة، احطه في شنطة بس واكله في البريك. يعني خلاص الحين صار ما عندي عذر اني ما لي خلق اشيله واغسله واحط كم حبه في صحن وزي كذا. يصير اخذه من الثلاجه زي كذا، افتح لا للسودانيه. انا ما اقصد السوداني، ما اقصد ان الشعب السوداني، اقصد بالسودانيه كسل. كيف الحركه اسويها مره ثانيه؟ اثنين كسل. خلص من تعديل يوميات ثنيان، شكرا لكم للمشاهدة. أنا صراحة ما أسوي هذا اليوميات إلا عشانكم أنتوا، أنا شفت كثير يستفيدون تعليقاتكم كل مكان ثنيان، متى اليوميات، متى بتنزل رابط جديد، عشان كذا قاعد أكمل عشانكم بس. هذه المرة راح أنزل رابط هذا الفيديو في تويتر، راح أكتب بس هذا هو، واللي عليك تسوي رتويت، وبشوف كم شخص من اللي يحبون يوميات ثنيان راح يسوون رتويت على هذه التغريدة، وننتظر عدد الرتويت. ما عندي في تويتر، راح أحط حسابي تحت في تويتر. شكرا لكم، وإن شاء الله أشوفكم في يوميات جاية. السلام عليكم.